نور الدنيا يا ابو عماد، كتر خيرك. العيال فين يا نور؟ بيلعبوا في الاوضه دي. بيلعبوا مع مين؟ بيلعبوا مع العيال. عيالي. عيالك مين؟ فارس وسندس. بيحبوا غزل، وغزل بتعشقهم ولا يا حبيبتي؟ بموت فيهم وهم بيعشقوني يا بابا، انا بعشقهم. خد يلا تعال، تعال يا فارس. تعال يا حبيب بابا. ده ابني بقى البطل بتاعي بقى حبيبي. بتحب طنط غزل؟ لا. ليه كده يا فارس؟ طيب طيب ماشي. طب حبيبي روح انت بابا، روح. بيعشقها الله اكبر عليه. لا واضح ما شاء الله، لا واضح انهم بيحبوها وبيعشقوها. واخته فين؟ مع اخته كمان؟ سندس بس نفس السكه يعني. عايشين معاكوا هنا؟ من اولها كده؟ امال امهم فين؟ طب فين العشاء؟ باية ويبقى جاهز. كنت بسأل حضرتك امهم فين؟ موجودة في بيتها. ما تقلقش يا حاج، أنا بعرف أمشي بيتي بالطريقة اللي أنا شايفها مناسبة. ما تقلقش. وبعدين غزل دي ست الكل. يا ريت كل الستات زي غزل والله. عايز حبيبي؟ أقصد يعني إن غزل دي مفيش زيها. هو أنت ليه محسس إنك متجوز أم 44؟ لا أكيد ما أقصدش ده طبعًا، إحنا بنتكلم على غزل. افتكرت إن ماليش لازمة أصلًا. المهم إن البيت تحفة ما شاء الله. حبيبتي. تحفة زيك. ميرسي. مش أنا أول مرة أشوفك؟ بس بامانه وشك مش مريح. نعم. قصدي يعني ان انت لابسه توب مش توبك، توب الدليفري ده. الا فين الخوذه؟ كمان خوذه؟ مش انت بتشتغلي طيار؟ اللي اقصده يعني ان انت قلبك ابيض بس ضميرك اسود. من الاخر ممكن يكون جواكي حد كويس. شكرا. لا ده مش مدح، ده ذم. ايه انا كنت عايزه اطلب اوردر. انت عارفه يا هند، انا كمان لسه البيت فيه عايزه اظبط فيه حاجات كتير قوي واغيرها. لا مش محتاج يتغير ما شاء الله، ده تحفه. ولو عاوزه تغيري في حاجه يبقى تحت امرك، ولو عاوزه تغيري البيت كله تحت امرك. حياتي. ما شاء الله ما شاء الله، ده واضح انه بيحبك قوي يا غزل، ودي اهم حاجه. انا كمان بحبه قوي يا بابا. صح يا خديوي؟ مظبوط يا وحش الكون. مظبوط يا ايه؟ وحش الكون. انا يا بابا وحش الكون. ده لعمرق يا عمو. لا انا كده اطمنت. خلاص يا هويدة، خلاص يا حبيبتي. حاضر حاضر. انا بتعشى عند بنتي غزل والخديوي. اول ما اوصل البيت هكلمك عشان تيجي تاخدي علي. بقول لك ايه، زي ما اتفقنا اوعي تقولي لعماد ان انا اللي اديتهولك. ماشي يا حبيبتي؟ طيب طيب يا حبيبتي. طيب حاضر حاضر. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. يا طنط ام غزل، النسكافيه بتاعك بارد. هاتي يا حبيبتي. لا مالك كده وشك متغير، فيكي ايه؟ لا والله من الغرب الواحد فيه، والله من الغرب الواحد شايفه. الله يعينك. بامانه انت مخلفه عقربتين. ها؟ وجوزك ما يتعاشرش. ده انت زي ما تكوني حاسه بيا، والله انت فيكي شيء لله. والله ده انا يلا. لا ما تقوليش يلا والكلام ده، لان انت واقفه قصادي يعني ما شاء الله عليكي كده هون واتد، يعني انت صامده صامده رغم الغلب ورغم السن عشان نبقى صراحه مع بعض. ايه سن؟ هو باين عليا قوي كده ولا ايه؟ اصلك يعني لا ما تزعليش مني، كله باين. انت قلتي لي اسمك ايه؟ ماتيلدا. ماتيلدا جنازات. جوازات؟ لا جوازات ايه والعياذ بالله، جنازات. انت طيبه قوي، طيبه قوي بجد. وانا حبيتك ولو ان ده مش من مصلحتك، بس يلا. انت طيبه، طيبه قوي يا ماتيلدا. تعيشي يا طنط. لا نسكافيه ايه بقى، خلاص سيبك منه. بامانه الواحده هبطت. عندنا شويه كشري ممكن نعملهم سندوتشات. جربتي سندوتشات الكشري قبل كده؟ لا ما بحبش ابدا الكشري بالسندوتشات.